تقول صاحبة القصة: أنا لا أريد منكم إلا نشر حكايتي ليدرك الناس أنه مهما تكالبت أحداث الحياة المريرة، ظلم الناس على شخص ما، وتكوم حطام الانكسار المتوالية فوق قلبه، فلا بد أن يجد منفذا للضوء يتبعه حتى ينهض من جديد ويكمل مشواره ما دامت الأنفاس تدخل وتخرج من صدره. سأخبركم بقصتي من البداية. لقد عشت يتيمة الأم منذ كنت في الرابع من عمري، فعرفت طعم الفقد ووجع الحرمان وانكسار الروح حين أرى كل طفلة تمسك بيد والدتها في المناسبات الاجتماعية والأعياد، أو حين تمسك أم فوق رأس ابنتها بحنان بالغ، أو حين تتدلع الابنة على والدتها وتحضنها بكل حب. لم يؤثر رحيل والدتي كثيرا على والدي، فقد تزوج بعد وفاتها بشهر واحد بامرأة لو كان لي الخيار لما صنفتها من عالم البشر. ذقت على يديها كل ألوان التعذيب التي قد تتخيلوها في ظل صمت والدي. لقد كنت أتمنى الموت كل ساعة حتى صار من أجمل أحلامي. من فرط قسوتها كنت آخر فرد ينام ليلا، وأول من ينهض من فراشه صباحا، حتى الشاي والفطور كنت أقوم بإعدادهما قبل ذهابي للمدرسة. لم تكن عقارب الأيام تمر سريعا، بل كنت في أحيان كثيرة أشك أن نفس الأيام يتكرر 3 مرات من طول ساعاته التي لم تكن تمضي أبدا. كنت أشعر كأن أضلعي يجثم فوقها 1000 جبل وجبل، وأن صدى صرخاتي التي تتلوى وجعا ترتد نحو حلقي فلا يسمعها سواي. كنت حقا أختنق، لكن ورغم كل ما كنت أعانيه من ظلم وقسوة ويتم، كان عزائي الوحيد الدراسة، حيث تفوقت فيها إلى تلك الدرجة التي أثرت فيها غيرة أخواتي من أبي، مما دفع زوجته لإخراجي من المدرسة وأنا في الصف الأول ثانوي فقط. انكسرت روحي كما انكسر فنجان قهوة إلى أشلاء صغيرة. انسلخت عن نفسي حتى لم أعد أدري من أنا. أحسست أن جزارا سلخ جسدي مثلما يسلخون جلود الذبيحة ورمى بها بعيدا، فأصبحت لا أعرفني. انكسار روح، انسلاخ نفس، ماذا تبقى لي حتى أتمسك بحياتي البائسة؟ فكرت بالانتحار، لكني خفت من غضب الله عز وجل. لم تتوقف محاولات زوجة أبي في إذلالي وزرع الإحساس في داخلي بأني لست إنسانة، كأنما وظيفتها في الحياة محاولة وأدي. وكان لها شقيق يعاني من تخلف عقلي وعاهة بدنية ولا يستطيع النطق. لا أدري كيف أقنعت والدي والمأذون والناس جميعا بموافقتي على الارتباط بي. حاولت بشتى السبل الاعتراض، ولكن لا حياة لمن تنادي. هددتها بالهروب فهددتني بالقتل، هددتها بالانتحار فضحكت بسخرية وهي تقول: أفتك منك هذا الذي أنا أبيه، عساها أبرك الساعات متى. ولأني كنت مجرد فتاة يتيمة خائفة مستضعفة لم ينصت إليها أحد ولم يستمع لصدى صراخها أحد، فقد استسلمت لأنه الخيار الوحيد المتاح لي في ذلك الوقت. تم زفافي إليه في ملحمة إنسانية بائسة كان فيها الزوج لا يعلم حتى عما يدور حوله. عش الزوجية مجرد غرفة في سطح منزلنا في الأصل كان عشة حمام. لم تكن معاملتها لشقيقها تتصف بالإنسانية إطلاقا، فقد كانت تضربه بشدة وبلا أدنى رحمة حين يبعثر الطعام أو يصرخ بقوة
أو يضايق إحدى بناتها المدللات لم يكن اهتمامها به بعد وفاة والديها ناتجا عن محبتها له، بل حتى لا يتكلم الناس عنها بسوء. وهذا ما ظننته في البداية قبل أن أكتشف الحقيقة التي ستصعقكم كما صعقتني فيما بعد. سوء معاملتها له دفعني للإشفاق عليه، شعرت أنني وإياه نتقاسم قسوة الحياة وظلم البشر وسوداوية الظروف وبؤس الأيام وعدم وجود السند والحضن الدافئ والمشاعر الإنسانية. بدأت في تقبله لا كزوج بل كطفل كبير يحتاجني ويشعر بالأمان بقربي، فقمت بمحاولات لتهذيب عاداته وطبائعه. شعرت بمشاعر الأمومة نحوه، ومرت 5 سنوات من عمري وشبابي الضائع ومشاعري المستنزفة كأنثى قبل أن يحدث التغيير الأول في حياتي ذلك المساء. أصيب زوجي بتشنج حاد لم تنفع معه كل محاولات الأطباء، فتوفي خلال أسبوع. اختلطت مشاعري فلم أعد أعرف هل أحزن على رحيله أم أفرح لنهاية قصتي معه. وعرفت فيما بعد سر تمسك زوجة والدي ببقاء أخيها عندها، فقد علمت أن زوجي المتخلف عقليا قد ورث عن والديه مبلغا كبيرا، وقد استماتت لإخفاء هذه المعلومة عني وعن الجميع، ثم استماتت من أجل حرماني من الميراث ونجحت في ذلك. فأصبحت أنا مثل الفاشل الذي عاد بخفي حنين، فقدت كل شيء. أصبت باكتئاب شديد وأنا أرى حياتي مثل مسبحة بيد أحدهم يهزها يمينا وشمالا فتتأرجح في كل اتجاه. كانت ترسم حياتي كما تريد، أصبحت أسوار السوداوية والفشل والحزن والإحباط ترتفع من حولي يوما بعد يوم حتى تكاد تخنقني. مرت سنة بائسة أخرى بعد وفاة زوجي، كانت فيها كل أحلامي بإكمال دراستي تتهاوى أمام ناظري. أصبحت مجرد خادمة لزوجة أبي وبناتها إلى أن حدث التغيير الرئيسي في حياتي، إذ تقدم لخطبتي أرمل في 60 من عمره يفصل بيني وبينه 39 عاما، وعنده 7 من الأبناء أصغرهم في مثل عمري. رفضت في البداية وصرخت، ولكن كما ذهب صدى صوتي أدراج الرياح المرة السابقة هكذا حدث في المرة الثانية. أمواله وعقاراته كانت الطعم الذي أسال لعاب أبي وزوجته، وتم زفافي إليه، وكنت أشعر أني مثل نعجة تساق إلى المذبح. وفي ليلة الزفاف ذهبت معه إلى منزله ودخلته لأول مرة. لم يلفت نظري فخامة منزله وأثاثه وجمال اللوحات والإضاءات المذهلة ولا السجاد الثمين والتحف الغريبة. كنت أنصت لحظاتها لضجيج الألم في داخلي، لأفكار السوداوية التي تعتصر عقلي، للغبن الذي يضجر بين أضلعي، لشريط حياتي البائس وهو يمر بالحركة البطيئة أمام ناظري. وحين أصبحت معه وحدنا في الغرفة تحدث معي بحنان بالغ ومشاعر دافئة افتقدتها، حتى أصبحت أشك في كوني كائنا بشريا، فشعرت بدموعي تتدافع صراعا وجسدي يرتجف خوفا. ولأول مرة في حياتي يحتضنني أحد بمثل هذا الحب والرفق والصدق. عرفت منه أنه ظل وفيا لزوجته طوال فترة مرضها التي امتدت 10 سنوات. أخبرته بكل حكايتي، كانت دموعه تختلط بلحيته البيضاء القصيرة ونظرات الذهول ترتسم بعينيه وهو يقول: كيف صبرت على كل هذا الأذى؟
مرت الأيام وفي كل يوم كانت العلاقة تزداد متانة بيني وبينه حتى أحببته من كل قلبي، وشكرت الله تعالى الذي أرسله لي بعد كل العناء والألم الذي مررت به في حياتي. وكان من دروس الحياة التي تعلمتها في تلك اللحظة التي تشعر فيها أن الجميع تخلى عنك، سيمسح الله على قلبك برفق وسينير لك طريقا مظلما ما ظننت يوما أنه سينير. أحببت أبناءه وأحبوني وكأني أخت لهم، ولأول مرة أيضا أشعر بروح العائلة وجمال الدفء فيها. تشاركنا مع بعضنا جمال الأيام ولحظات السعادة والساعات الإنصات والاهتمام. عرفت مع زوجي وأبنائه ما معنى ليالي رمضان الجميلة ولذة الإفطار مع بعضنا وبهجة الأعياد ولمة العائلة واجتماع الأهل وروعة السفر مع أناس أحبهم ويحبوني. مرت السنوات مع زوجي الحبيب مثل حلم جميل لم أرغب أبدا أن أصحو منه. أتعلمون يا سادة أني كنت أحيانا أضع يدي أمام أنفي لأرى إن كان يتنفس أم لا، خشيت أن أفقده، أن أعود لتلك النقطة السوداء التي لا تشعرني بإنسانيتي. لم يكن مجرد زوج، بل كان ملهمي ومعلمي وأبي وحبيبي وكل شيء لي في هذه الحياة. أنجبت منه 3 أبناء، وبمساندته أكملت تعليمي الثانوي والجامعي والماجستير والدكتوراه. لكن من قال أن تلك السنوات التي نرتشف منها السعادة تدوم؟ تلك اللحظات التي نقضيها بجوار من أشعرنا بأهميتنا في الحياة تستمر، هي حكمة الله في الحياة ولا يجعلها تسير على وتيرة واحدة، وأقداره التي يجب أن نكون راضين بها تمام الرضا. سيرسل الله لك لحظات صعبة يختبر فيها قدرتك على الصمود وحسن ظنك وثقتك فيه. وجاءت تلك اللحظة التي كنت أخاف فيها أن أفقده. مرض زوجي مرضا لم يمهله سوى شهر واحد، وقبل أن يرتحل عن عالمنا بعد 17 عاما من زواجنا، طلب مني أن أقطع له وعدا بأن أكون قوية ولا تكسرني الظروف والأيام، وأن أكون تلك المرأة القوية التي عرفها، تلك المرأة التي تحدت نفسها بفضل الله ونهضت من جديد، تلك المرأة التي كانت مجرد حطام حين اقترن بها. وها هي اليوم بعد كل ما حصلت عليه وحققته تقف على قدميها من جديد. وعدته بكل صدق ورحل زوجي، ووفيت بوعدي له، وطاردت أحلامي، ولم أعد تلك اليتيمة المستضعفة. افتتحت مشروعي التعليمي الخاص، نجحت نجاحا باهرا، والآن أبناء زوجي وأبنائي هم الثروة الحقيقية لي. لقد عوضني الله خيرا. ولكن حين أستعرض أحيانا حياتي السابقة البائسة، أشعر أنني أنا المسؤول عما حدث لي فيها من مآسي. ربما خوفي من زوجة والدي وعدم إخبار والدي بما كان يجري في غيابه هو القيد الذي سلبني كثيرا من إنسانيتي وقتها. أقول ربما، ثم أعود لأسأل نفسي ماذا لو أني فعلت كذا وكذا، لو صرخت، لو تمردت على ما كان يحدث لي، لو ولو. ثم أعود من جديد لأتذكر جيدا أني طوال فترة وجودي في منزلنا القديم لم أفقد حسن ظني مطلقا بالله تعالى. نعم كنت أحيانا أضعف، لكني كنت دوما وبلا قنوط وتوقف أدعو وأدعو وأدعو. وكلما احتدمت الغيوم السوداء في سماء حياتي، كنت أشعر أن الله سبحانه يدبر لي خيرا في قادم أيامي. كنت أثق بعدالة ربي
وأن كل الظلم الذي وقع علي من زوجة والدي وبناتها وحياة اليتم المريرة التي عشتها سيبدلها الله حياة خيرا منها، وسيمسح على روحي برحمته، وسيرسل فرحا يغشى قلبي حتى ينسيه ما كان. إذن مهما كنت تعيش أحداثا سيئة الآن، سواء انكسار داخلي أو فقد عزيز أو شح بالمال أو تعثر نفسي أو فشل مشروع أو انهيار علاقة ما، أو تشعر أن زمام الأمور يفلت من يديك، فلا تيأس من رحمة ربك، وادع دعاء المضطر من قلبك، وأحسن الظن فيه، وحدثه عن مشاعرك وأحاسيسك، عن خيبات أملك، عن الضيق الذي تمر فيه، عن أحلامك المكسورة، عن أمنياتك الضائعة، عن الوجع بداخلك، فاضفد له بكل ما تشعر به، وحين تنتهي توسل إليه أن يرمم روحك ويعوضك خيرا ويفتح لك خزائن رزقه ورحمته، ستشعر بعدها بالراحة التامة والهدوء والسكينة يتسللان إلى قلبك المتعب. ولا تيأس إن تأخرت الإجابة، فأشد أوقات الليل ظلمة هي قبل انبلاج الفجر وضيائه. لا تفقد أبدا حسن ظنك بربك، كن قريبا من مناجاته وإرسال دعواتك إليه، تكن ملحاح الدعاء، أدعو من قلبك ثم تتخيل من حسن ظنك فيه أنك ترى كل دعواتك قد تحققت. لا تفقد إيمانك مطلقا، لأنك ستفقد كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.